كل ينسى صوره وينسى حومته القديمة، ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديمة. وانا حومتي راس العين، وانا حومتي راس العين، راحت وما بقاش، هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين. ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح، ذكريات كي كانت راس العين وكي ولات راس العين خلات والصورة تهدم، والغرسة دبال ما بقى في الأرض خضار. شفت راس العين وبغيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار، جالس حتى بقيت وحدي نتكلم. راس العين علاش وليتي قفار، كنتي بكري مشهورة كيما يلزم، بني انا محصن باني نهب التعبار. بيوتك ضاوية، بيوتك ضاوية وغاشيك منعم، شحال فوتنا فراح وعراس وتكسار، القصبة والشيوخ غاصي متلايم، والبرحة متناقرين غير القدار. وغدوة إلى سقساني ولدي، إلى سقساني ولدي واش غادي نقول له؟ نقول له يا ولدي كانت حومة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا هودنا راس العين باش نشوفوا الجماعة هنايا، نشوف واحد ثلاثة تاع النشاطة، منهم مسلم اللي هو نشط مدني يعطيه الصحة الهواليل، ونشوف كذلك قلالش يتكلمون شوية على المنطقة هذه، ويتكلمون كذلك على هذا البني اللي خلوها ما هدموش واش مفيدة عندهم. أبقى هنايا للأشياء اللي ما نجمش نذكرها لكم. هنا من بعد نشوفوا سي مسلم هو اللي يتكلم لنا على هذا الناحيه. مسلم يحيى اللي هو ناشط الحقيقه، وما تكون مهرجان في البلديه او في الدائره او في الولايه تلقاه هو الاول من القلائل في راس العين اللي يتكلموا على الحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي مسلم. السلام ورحمة الله وبركاته. واش تقول لنا على الحي تاعكم هنايا؟ الحي هذا سكان راس العين رغم هو حي عريق وحي عتيد وحي يعني تخرج منه يعني ثوار وأفضال، إلا للأسف ما نشاهده وما نعاينه وما نعيشه يوميا مأساة يعيشها سكان راس العين، وهذا من خلال عملية الترحيل الأخيرة التي تمت في سنة 2017 منذ توقفها إلى حد الساعة. رغم الشكاوى المواطنين الفردية والجماعية إلا أننا نتأسف على هذه المظاهر التي نعيشها، وهي عدم هدم هذه السكنات التي أصبحت هاجس على سكان راس العين وأصبحت مصدر خطر، حيث أصبحت منطقة للانتهازيين يعني للمنحرفين. ولهذا نشدنا عدة مرات السلطات الولائية والأمنية رغم وجود طلبات، إلا أننا لحد الساعة لم نجد أذن ساغية. ولهذا اسمح لي سي مستمع نشوف فين نجيرها في الهيه ولو طيح نو كبيرة راهي قاع السكان هذوك راهم ماشيين يهولوا. رغم هذه الحادثة هذه تقريبا وقعت في الأيام الشتاء، ونجار في كاع الخروجة والحقيقة الحماية المدنية وداروا الكوسطة تاعهم، إلا أننا لحد الساعة كأن يعني وقع انجراف عادي، راهم يقراو حتى السكنات هذه تسقطوا تاع على سكانها تاع على لموالها عادك باش يقدروا يجوا وينقذوا ما يمكن إنقاذه. على هذا رانا نطالبوا السلطات على رأسها والي ولاية وهران باش ينتشل هذو السكان من هذه الوضعية التي يعيشونها. يعني راه الوضعيه راه تاسوا، رانا على ابواب الصيف يعني دروك راه الحشرات الافاعي، احنا ماذا بنا يدخلوا وفي اقرب الاجل.
وعلى هذا رانا ناشدوا السلطات على رأسهم الوالي باش يتدخل وينتشل هاد السكان والسكان يزيدوا وانتم ممكن تدخلوا في الـ في الـ في اللي ينبغي يعملوها غدوة ان شاء الله في اكبر ترحيل على مستوى الوطني. احنا لان هذا الامر احنا مادام ما اسمح لي لان كل الناس راهم يسقسوا فيا في الـ في الـ في, الـ في الباجة على هذا الترحيل خش عمليه كبيره واول مره توقع في الجزائر قريب 50 عضو هي يقولوا وفيها وقيلا 2000 او 2000 وشي حاجه تليلات. احنا دروك على حسب البرنامج تاعنا تاع سكان بلونتير راه كاين حوالي 11000 سكن على مستوى دائرة وادي تليلات، إلا أننا السكنات راهي واجدة ولكن بقات لها يعني التهيئة الخارجية ومن طول المؤسسات المدارس والثانوية والمتوسطة مازال ما وجدوش، وعلى هذا تقريبا تأخرت عملية الترحال، يعني كانت عملية الترحال تكون في قبل رمضان ولكن حنا رانا متفائلين باش تكون بعد رمضان إن شاء الله. الا اننا تفاجأنا رانا نشوفوا باللي كاينه عمليه ترحال على مستوى يعني ولايه وهران، الا اننا ما كانتش من نصيب سكان بلونتير، وعلى هذا راه زاد من تدمر سكان راس العين اللي ما يشبه تفيدهم هذا يعني هذه الحصه اللي باغي يقدموها على لولايه وهران للسكنات الاجتماعيه. حنا نتمنوا ان شاء الله ولي ولايه وهران يسرع في عملية الترحال هاد السكان لأنهم يعيشوا وضعية مأساوية للغاية. وديك يعني لأن النبالي في هذيك الدار هنا يطحت تاع كسموه هذيك المخلوقة اللي هنا هذيك الرقدية يضا شافوا فيهم لا يديرهم ولا لحد الآن تبقى هي ضر الرماد، يعني راهي كما نقول لك قارعوا صبروا راك نرحلوكم قارعوا عام مرة عام والناس راهي تعاني وراهي وقع يعني يعني رانا نشوفوا واحد الظواهر اللي أول مرة نشوفوهم. أولادنا ما عندوش شنو يلعبوا، لو كان كيتبلع لي كيتبلع لي المسالك أنا كيتبلع حالي ويتبلع لي الآخر وفي دروة الصيف شقارة أنا الناس راهي دروك الأفاعي راهي دايرة حالها الحشرات طبت من كل جهة الأوساخ وما كان حتى حاجة يعني ما كان حتى لاكسين من يدخلوا يعني وضعية السكان راهم يعانوا معاناة ما توقعهاش. أنا مادا بينا يسرعوا. شكرا سي مسلم. شوفوا الهواري حتى صوتنا فراح وعراس وتكسار القصبة والشيوخ غاسي متلايم والبرحة متناقرين غير القدار وغدوة إلى سقساني ولدي إلى سقساني ولدي واش غادي نقول له نقول له يا ولدي كانت حومة هنا يسموها راس العين وراحت وما بقاتش بقات غير دمعة في العين نبكي على راس العين نبكي على أولاد الحومة نبكي على الجوارين وين حبابتك يا يمه. نشوفوا سي الهواري اللي هو الوحيد نهار اللي جا الوالي هنايا هود وتكلم معاه كان هو الوحيد اللي هود يتكلم معاه غادي نشوف واش قال الوالي والوالي اش قال له. سي الهواري السلام عليكم. السلام ورحمه الله يا خويا بغداد بارك الله فيك على هذه الزياره. الله ينورك يطول عمرك. دوك ما كنتو تشوفوا الاوضاع راهي مزريه في هذا في راس العين. دوك حنا بعد عام من الترحال السلطات المحليه والولايه انساونا تماما راهم خلاو السكنات غير مبنيه. السلام عليكم. وخلونا في حاله مزريه لا من ناحيه الطرقات لا من ناحيه وسائل النقل من ناحية المحلات. ونحنا تكلمنا ورسلنا السلطات الولائية والمحلية وما كانش استجابة إلى حد الآن رغم أني أنا تحدثت شخصيا مع الوالي وعدني خلال الزيارة الكبيرة. هذه اللي قالوا لي شخصية الهوالي شقت الوالي وش قال لك؟ تحدثت معه شخصيا ووعدنا قلنا ننتظروا في أقرب وقت نقوم بترحيلكم ولكن الوعود مجرد كما قال الكلام كلام حبر على ورق الى حد الان لم يتم تنفيذ اي وعد من وعد الوالي للاسف رانا مهمشين الى درجه ما الصوره تعلق الصوره هي التي تعلق. شوف السكنات اللي راهي الماء القصديه المهجوره والناس راهم عايشين هنا يعني كارثه بيئيه اجتماعيه بكل معايير.
تبارك الله فيك الهواري خويا. يك بارك. وخبرني الهواري دوك المطالب تاعكم نتوما. انا طالب شاهية. نطالب السي الوالي رحلنا في اقرب وقت، هذا هو الحل الوحيد. نطالب الوالي السي الوالي ان يرحلنا في اقرب وقت ممكن، خاش انا نعانوا معاناة كبيرة. وخاصة فصل الصيف على الابواب وانتشار الامراض والاوبئة. هذا راه خط، هذا راه يهدد خطر، هذا راه يهدد حياه المواطنين. يزيد على ذلك انعدام الامن، انعدام الامن، لان هذه السكنات المهجوره هذه راهي ولات وكر للمنحرفين، ولات وكر للافعال الدنيئه. انا نتمنى من الوالي انه يرحلنا في اقرب وقت من الا ان سمعنا باللي غدوا ان شاء الله 10 جوا هناك اكبر عملية طرح المستوى الوطن. نعم. نتمنى في الوالي انه يداركنا في هذا في هذا في هذا في هذا الترحيله. والناس راهم قدامكم. خويا تبارك الله فيك، والله يجعل ربي تكون كاينه ودون سالي غادي يسمعك ودين يسمعك. لا انا بكل صراحه هذه السلطات المحليه دارت هذا كانهم حيوان، قطعوا لهم الماء، الطريق ما كاش، الضوء مقطوع، وخلوهم وحدهم. بكل صراحه حسبهم حيوانات، والله العظيم الاستعمار ما عملش هذه العمله هذه. قالنا خاف الاخ قال علاش يهضر لنا شويه على الحي تاعه، خاش كذلك هو ولد راس العين. ما خلاوه هنا هاد السكان، خلاوهم كيما هكا درك راهم في الكاف، وخلاوه واحد الاربع سكاني ولا خمسه هنا، ما كملوش لوبيراسيون تاعهم. ملي طلعوا منا ما كملوش لوبيراسيون، ودروك هادو منا راهم خاويين كاع، يمجموا يزدموا فيهم واحد اخرين. انا هذه كاع ماشي عمليه داروها، راك تشوف فيها كي راه دايره هذه. ولكن كذلك بقات حاجه لقطاع الطريق للمخدرات هنا امام هنا راهم يطلعوا الناس يفسدوا فيهم هنا وراه عندهم في بالي واحد القزوز ثاني يقلبوهم هنا، وداروا واحد الكرايت وراهم قاربينهم راهم في الحبس وكاع. واحد ثلاثه ولا واحد القزوز هنا. وذاك انتم واش راكم تطلبوا دروك؟ شان نطلبوها؟ نطلبوا سلطات تشوف فيهم، تشوف في هاد الناس، يشوفوا فينا، يجوا يهرسوا يجوا يكملوا لوبيراسيون تاعهم ولا هادي هي. بارك الله فيكم يا سي قلاليش، الله ينوركم والله يجعل ربي يوسع عليكم يا ويحفظكم.